نشوف واش تقولنا. بسم الله. سناء، السلام عليكم. سلام اخويا، لاباس؟ بخير، هانيه الحمد لله. وانت؟ الحمد لله. فين كتسكني؟ انا في كازا. مزيان. عندك شي اعاقه ولا لا؟ ما كنتمشاش. كتمشيشي؟ وي. الله يشافيك. شحال في العمر ديالك؟ 24. 24 سنه. الله يشافيك، الله يشافيك. ندعيو معاك. امين يا خويا. الله يشافيك. كتمشي؟ كتمشي نو دايا كرسي. الله يا ربي. الله، واش مي خلقتي وانت هيداك؟ اه. ها؟ اه. فاقد الشيء لا يعطيه الاخوان. فاقد الشيء لا يعطيه. الكرسي كي داير؟ الكرسي عندك، الكرسي اللي عندك متحرك كي داير؟ عندي كرسي عادي. ها عادي؟ اه. تي ساكنة في الدار البيضاء وعندك كرسي عادي يا سناء؟ نو كان عندي واحد ولكن كدا خسر ليا صار ما بقى صايبتو، ما كانش حل يصايبو لي شي واحد. كان عندي واحد عطاو ليا غير محسن بحال وجهك وصافا خسر ليا صار ما بقى صايبتو، ما كانش لي صايبو ليا، قلب تاعي كيفاش نصايبو ما كانش. يمكن لك تعطينا تقول لنا الرقم ديالك في هذا اللايف، يمكن الاخوان ديالنا يتعاونوا معك بحال هيدا. ممكن؟ ممكن. اوكي ماشي. واخا قولي الرقم ديالك، قولي الرقم ديال التليفون ديال الدار ديالكم ولا التليفون ديالي. قولي الرقم. نتمنوا من ربي الا كان شي ولد الناس يجيب لك شي داكشي شي مركبه تكون زوينه وتليق بالاستاذه سناء. ان شاء الله ان شاء الله. وصراحه انا سعيد جدا بهذه الطلعه الباهيه ديالك، طلعتي معنا في هذا اللايف ديالنا، يحصل لي الشرف والله. ربي يحفظك لاله. وانا اللي كنقول لك الله يشافيك والله ينظر من الحال ديالك. وكما تعلمي حنا المسلمين نقر بهذا من كلام سيدنا النبي، قالنا بان الدنيا سجن المؤمن. في راسك هذا الشيء؟ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا شحال ما عشنا فيها، كاين الفناء كاين النهاية، ولكن الآخرة ما فيهاش هادشي الإعاقة ولا فيها المرض، فيها الكمال. واضح؟ واضح أستاذ سناء؟ واضح، فهمتك. المهم أنا صراحة كندعي معك رب العالمين الله يشافينا ويشافيك. آمين يا ربي. وأخيب مرض أخت سناء، أخيب مرض. كاين ناس كيتعايشوا معنا ودابا انت راه معنا في اللايف، غير يمكن لك تشوفي شي تعليق ما كيليقش بينا. هذاك هو اللي مريض، هو هذاك، هذاك هو اللي مريض. إعاقة فكرية ونعوذ بالله، ما نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. لهذا أنا كنتمناك تكوني راضية بهذا القضاء اللي نزل عليك من عند مولاي. لا الحمد لله عادي، الحمد لله. ما عندي ما نسألك، ما عندي ما نسألك. صافي يلا قولي لنا الرقم ديالك. 0636 70 48 75. أنا صراحة عندي الثقة في الله، وعندي بعض الأصدقاء كيتابعوني في الخفاء، نتمناهم صراحة يتهلاو فيك. ربي يخليك لاله. اجي ونزيد نقول لك، ممكن مثلا هاد لي لايف ديالنا نشرو في الفيسبوك، ماشي مشكل. لا ماشي مشكل اخويا. حيت انا ما عندي بك حتى شي علاقه، انت دقيتي الباب ديالنا مرحبا بك. ما يمكنش انت كتسكني في الدار البيضاء، مدينه الاقتصاد، مدينه شحال فيها ديال العمالات، مدينه الكبرى، مدينه فيها الرجاء البيضاوي، المدينه فيها الوداد، المدينه اللي فيها الاغنياء. لكن الاخت ديالنا سناء قالت لك ما عندهاش شي كرسي متحرك اللي يليق بها. ايوا اذا كاينه شي نقص. الله يصلح الاحوال ديالنا، الله يصلح الاحوال ديالنا. اخت سناء تبارك الله عليك، وحتى ما نطولش عليك، وشكرا لهذه الاطلاله. لقيتيني انا كنلعب الرياضه. سمعتيني اش قلتي؟
ربي يخليك لعلى خدك الله شكرا يطول في شكرا عمرك شكرا شكرا أستاذة سناء، ونتمنى نسمع شي بشارة الخير، نتمنى من ربي، إن شاء نتمنى. الله يا ابني إن يلا شاء الله شكرا الله أستاذة سناء، يجزيكم تبارك الله بالخير عليك، الله تبارك يجزيكم الله عليك بالخير وخياتي، الله يحفظك والله يشافيك والله يندر من حالك أختي، الله يندر من حالك. الله الله يجزيكم الله الله بالخير الله، شكرا 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 شكرا. يا موعظة، شوف موعظة لا تحتاج، صراحة هذه الموعظة لا تحتاج لكلام، هذه الموعظة هذه والله العظيم لا تحتاج لكلام، لا تحتاج لكلام. كنتمنى صراحة لك تشاهدني شي واحد لك يشاهدني، وربي العالمين يفتح لك بالمال. السيدة راه قالت الرقم ديالها ولا راه الحساب ديالها، دخول دخول اصاحبي دخول. العواشر هذه تعرف شنو تفرج على شي مسلم، وسيدة باينة مسكينة عندها إعاقة، الله يشافينا ويشافيها. المهم كنعاود الكلمة ديالي، كنتمنك تضرب هاد البيرانتي عندك تضيعه، والله إلا زوين، والله حتى بيرانتي زوين في التصعيد، في التصعيد خصك طيح الدري وتجيبو جالس، هذا بيرانتي، عاونها أنت. وما يدريك لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أنا رجائي في الله مالك، وما يدريك يا صافي، وما يدريك. ايوا حنا كنا تكلمنا معها وهذاك فهمتي، كيبان وكذا، حيت حنا منافقين. شحال من مره باذن الله كطلع معايا شي اخت، كطلع معايا في اللايف كنقول لها اختي واخا انا نتعاون معك بواحد 500 درهم، وابو الحيا وكيبان وشحال، ما كاينش شي اخواننا كيشاهدوني، شحال من مره الله كيسهل وكان يسر باذن الله. نديرو شي كومبا، سي نبيل مرحبا خويا نبيل، انا جيت تعلم فخوك ماشي مشكل، الدنيا هانية الله يبارك. صراحة خصنا نشكر الله الاخوان، سي عبد الواحد وعليكم السلام مرحبا، سر راسك صاحبي، سير صاحبي الله يعزك، سير بارك عليا بارك، كنلقى بنادم مريض، سير صاحبي الله يعزك، سير صاحبي قول لي سر راسك. سير قول للعيبية اللي كيلعبوا لكم الكرة وكتفرجوا فيهم مع خواتاتكم، قول للعيبية سر راسو، أنا ما نقدرش نبين راسي بحال العيبية الكويرية ديالكم اللي كتحبوهم بحال الإله. قول له قولها له ما تقدرش، لا بحال فمك، قول له سر العورة ديالك، قولها له ما تقدرش يا أمك ما تقدرش، أنا هي هنا جات قولها لي وتبان عليا وهدير فيها مفتي وتفهم الدين زعما مزيان. الله السوق عندنا اليوم قريب، انا صغار ديال الكسيبه، اجي نضربو شي دوت الشاش، اجي شو الله العظيم لابس ثلاثه ديال السراول كيتقلوني صراحه، وانا عارف اللي بغيت ندير اللايف قلت بهذا ما غيحل لنا فمو، راه انا سيدي نريقلو الامور ديالنا. الله الله باخ باخ باخ، واحد الميك اللي عندي كتوجد فيه، يا الله يا الله الحمد لله. قلب قلب، ممكن سؤال اسول اخويا مرحبا بك، الله الله يا ربي الله الله انا، الله يبارك الله يبارك. وخا داكشي مشيت تما عندي الحريره، الحريره شويه ديال التمر الشريحات الحليوات البيضات، عندنا الخبز ما عندنا كل شيء، انا صراحه شبعان، هادشي هذا مشيت باش ناكل وعند صاحبي رشيد، ايوا ما قدرتش جمعت وجبته صاحبي على الدراري تما صحابي، ايوا صافي جمعت هذاك الرزق ديالي وجيت بحالي، كتهلا فيا خي رشيد الله يجازيه بخير، والله يرحم ليه الوالدين، الله يرحم سيدي، نضربو شي دويشه ضخمه، بسم الله هاكا خويا، بسم الله الرحمن الرحيم، داكشي وادك داكشي مقرقع الله يبارك، الله حيدنا هذا، اجي اصلا درتي مزيان الله. جاو الله شو انت وين اللي في الشرطة شو هذا ماشي ماشي، بعد الشرطة ده فيه شوية النقص فهمتي، ولكن انا نحيدو ماشي بزاف، المهم حسن من العيبيه، حسن من العيبيه الكره،
الكويرية ديالكم. الفورمة ديالاش ما قريتش، ما قريتش مزيان. عاود عاود الحصر، عاود 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 يونس، اتقي الله يونس، اتقي الله، اقسم بالله داك التهمة اتهمتني بيه، والله ما كنعرف هذاك الشيء، والله ما كنعرف، قسما بالله. اش ربي منحني هاد القوة؟ علاش قوة بلا مال؟ رجيلات كيعيطو، ما فهمتش والله ما لا. البني لتحت عندي صحيح، البني صحيح لتحت، اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك. هذاك الشيء مفصل، حبك الله اخي بوزيد، الله يحفظك اخي بوزيدي ولا بوزيد، الله يحفظك الصديق المفضل، الله يحفظك. عجبتني عقليتك طنجاوي، الله يحفظك. ممكن نشري؟ ما فهمتكش اخي، كنت حشم. ممكن تشري؟ شنو غنشري اخي؟ شي واحد اخر سميتو صالح. الله ما متابعي قناة أبو حفص حيلي، لا تنسى دعم المقطع بلايك، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم أحرار، والسلام عليكم ورحمة الله.